يزيد المايك يا بلدي. للموسم الثاني على التوالي، وسط مشاركة واسعة، بدأت أعمال المؤتمر الثاني لطب الأسنان الخاص بالحالات الكلينيكية. الفعالية تضمنت محاضرات متخصصة في المجال الطبي، صاحبها معرض للمستلزمات الطبية. المؤتمر هذا هو ملتقى سنوي للحالات السريرية، هو يختلف على بقية المؤتمرات الحقيقة، يعالج في الحالات السريرية اللي بيعالجها طبيب الأسنان في اختصاصات مختلفة، ولهذا أنت لاحظت إقبال كبير غير معتاد، لأن كل الأطباء هذين في المهنة على مستويات مختلفة عندهم الرغبة يعرفوا شنو المشاكل، شنو الحالات، كيف تعالج الحالات، إيجاد حلول طبية وتخفيف الألم عن المرضى. كان ركيزة لفتح مواضيع حيوية كتشخيص الإصابات واستعراض سبل الوقاية والمعالجة وعرض للحالات النادرة. حقيقة نتمنى أن الموضوع يكون أكبر من هيك، يعني هو المؤتمر ممتاز ويوم واحد وشورت تايم ووقت قصير، ينعرضوا فيه حالات نادرة ويتم نقاشها بشكل صحيح بشكل يعني عالمي، لكن نتمنى أن يكونوا مصاحب هذا الحدث مؤتمر وورش عمل للدكاترة والأطباء وخاصة الخريجين الجدد لمواكبة التقدم الموجود في طب الأسنان. أحرز طب الأسنان تقدماً جداً في السنوات الأخيرة، فالوسائل التكنولوجية المبتكرة والمركبات الكيميائية الجديدة ووسائل العلاج المستحدثة مكنت الطبيب من تشخيص الأمراض وتحقيق نتائج أفضل.